يوم رمضاني جديد يبدأه رجل المرور هذا تحت أشعة الشمس دون أن يتهاون في أداء واجبه وهو صائم. بالنسبة للكثافات اللي موجودة عندنا من بداية دوامنا نسحب الكثافات اللي موجودة، وين اكو كثافة نسحبها، شكو عقد عندنا نتوجه عليها ونحلها. فتوجيهات احنا عسكر، بالنسبة لنا واجبنا نكمل على أتم وجه. في الجهة الأخرى نداء يتلقاه رجل النجدة ليؤدي واجبه مثبتا أن العمل عبادة والصيام فرض تحتمه الإرادة. لا أجواء إفطار عائلي هنا، يتجمع العساكر قبل الإفطار ليصنعوا أجواءهم الرمضانية على طريقتهم. والله بالتعاقب يعني اثنين يبقون بالواجب واحد يفطر، لأن ما نقدر نعوف الواجب الرسمي هذا مكلف به، والمواطن احنا أمانة عندنا. يعني رغم احنا مفتعدين على عوائلنا بشهر رمضان شهر الطاعة، بس عادي احنا هذا واجبنا. يعني احنا سبيل مصطلح العسكري نفطر بالتعاقب، يعني اثنين هيش اثنين يستراحوا اثنين يفطروا، انتوا عارفين الشارع مهم ما نقدر نعوف الشارع. وايضا وجود حوادث وقت الافطار، يعني وقت الافطار مو ماكو حوادث، ايضا مواطنين يتصلون مشاجرات غيرها احتياجات انسانيه، ايضا مستمرين بالعمل حتى وقت الفطور. صافره رجل المرور تعمل بينما اذان المغرب ياذن بالافطار. الله اكبر الله. رغم حاجتهم إلى استراحة ما بعد الإفطار، لكن عيونهم تأبى إلا أن ترصد الشارع وعقولهم ترفض التهاون في أداء الواجب. سلمة السيدة، حسب الأمر راح نتوجه المحل الحالي. بعد الإفطار مباشرة تبدأ مهام الإغلاق الصحي. يطبق الاثنان واجباتهما بحرفية في مشهد اعتادوا عليه منذ سنوات، لتصبح متعتهم خلق أجواء رمضانية آمنة للمواطنين. لا تنزل بندقية شرطي النجدة هذا من كتفه، فأمان أسرته والملايين مناط بكفه. بالقرب منه رجل مرور ينظم المركبات كل في صفه في معادلة عنوانها قوة الوطن لا وهنه وضعفه. نورا سعيد، بغداد، الفرات.